نبقى الآن مع طبيب القلوب، قارئ رئاسة الجمهورية، وقارئ السورة في مسجد المشير طنطاوي، وقارئ الإذاعة والتلفزيون، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة لا
فاستقم كما فاستقم كما أمرت ومن تاب معك.
ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء وما
فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بغي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أولو بغي ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أهدينا منهم واتبع
ولذلك خلقهم ولو شاء إلا رحم ربك ولا
وجاء وما ربك بغافل.
ولله غير السماوات استمعتم إلى تلاوة قرآنية مباركة لفضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي قارئ الإذاعة والتلفزيون وقارئ رئاسة الجمهورية وقارئ السورة في مسجد المشير طنطاوي في ليلة تكريم الوالد الراحل محب القرآن الكريم وأهله ومحب أهل العلم الحاج عبد الباسط محمود الشتري والد الكابتن طيار أحمد عبد الباسط محمود الشتري والدكتور محمد عبد الباسط محمود الشتري داعيا الله لكل من جاء إلى هنا أن يجعل خطواتكم من بيوتكم في ميزان حسناتكم أجمعين وأدعو الله ألا نعزيكم في مكروه لكم وخالص الشكر والتقدير للأخ علاء عطوان مختار عطوان وأخيه علاء على هذه الفراشة وأدعو الله أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم خالص الشكر والتقدير لكل من حضر إلى هنا نيابة عن عائلة الحاج عبد الباسط والدي العزيز أشكر كل من جاء هذا العزاء وأدعو الله ألا نعزيكم في مكروه لكم وإن شاء الله تلاوة قرآنية مباركة بعد المغرب للشيخ أحمد عوض أبو فيوض ونستكمل بعد صلاة العشاء إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.